اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. اكيد اليوم اكلنا منه في سعرات حراريه مرتفعه نسبه لانه الاسبوع كله عاملين اكل خاص للي بيعملوا ريجيم او للي ما بده يطقوا اكل دسم. خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن فيكم. مكونات سلطه الباذنجان برائحه الربيع، 600 جرام باذنجان دعبل، 100 جرام بصل اخضر، 200 جرام بندوره، 200 جرام فليفله، 50 جرام بقدونس، 50 جرام نعنع، 50 جرام فجل، 100 جرام زيت زيتون، 50 جرام عصير حامض، كمون رشة، ملح رشة، وفلفل حسب الرغبة. أكيد مشاهدينا خلينا نشوف مكونات الطبق الثاني ونرجع نحن وياكم. مكونات كفة السمك مع قنديف المشوي، 500 جرام سمك فيليه، 200 جرام بصل، 50 جرام بقدونس، 100 جرام خس قنديف، 20 جرام ثوم، 50 جرام كزبرة، 100 جرام فليفلة، 100 جرام فطر، 300 جرام صلصة البندورة، حر بودرة رشة، ورق غار عدد 2، قرفة رشة، كمون رشة، ملح رشة، وفلفل حسب الرغبة.